صباحكم عسل، صباحكم مراد عسل. وصل، مراد وصل. السلام عليكم، سميتي ابراهيم، ابراهيم الرادار. الى قالوا رادار راه عرفوا علاش قالوا رادار. انا فيا رادار دروكول، رادار شون د باتاي، رادار ترافيك ايريان، رادار بشري. ما كايناش شي حاجه ما كنسمعهاش، اي حاجه كطيح لك على بالك ابراهيم كي كابطيها. وهادشي بطبيعه الحال من الصغر، من الصغر باش ما كنكبر، باش ما اللهم بارك حاسة السمع كتكبر. واكبر عضو انا عندي في الجسد ديالي هي الودن، اللي غدا ودني وقربت تولي كبر من رجلي. اي شهيدين، وها انتم ناعمه ولات وحده اخرى. لا 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 لا، ناعمه تعلمت تمص. تمص لاباي لاباي لاباي، تعلمت تمص المناضة. هذه امي ناعمه. انا فاش ما كنسمعش كل نهار حاجه جديده كنمرض. ما يمكنش يدوز شي نهار وما نسمعش شي جديد، شي حاجه ما كايناش. داكشي علاش انا كنتسطى على لي زوند، كنكابطي ولو تكون الحاجه فيما بغات تكون نجيبها نجيبها. انا انسان كيقتصد على الطاقه. علاش؟ لانني الراديو والتلفازه كنتبعو مع الجيران، ما كنشعلش التلفازه ولا الراديو في الدار، كنبقى متبع معاهم. ايوا ملي كنهضروا على الجيران، الجير الجار ديالنا فاش كيعطس كنقول ليه يرحمك الله من عندي. فاش كينوض يصلي كنصلي معاه من دارنا، كيقيم الصلاه كنسمعو كنصلي معاه عادي، ما كاينش مشكل. اي علاقه وطيده 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 بزاف مع الجيران. وداك النهار سمع الجار كيقول لمرتو داك البروش راه تصر، غادي نشدو اليوم غنقتلو بالعصا. لوجه الله تعالى مشيت خرجت قلبت على البروش، قلت ليه خوي المدينه ربك يقتلك بلاصه. وفعلا خوي المدينه، ودابا باقي دايرينو في مختفون مازال ما لقاوش. واخا انا راك سامعو سامعو عارفو فين كاين، كاين في وجده. هرب من اكادير طلع لوجده، ماشي مشكل. اي حاجه يمكن لك تخيل انا كنكابطيها وكنسمعها. في ايامات القرايه فاش كنت صغير من دارنا كنت كنسمع الاساتذه في ديورهم كانوا كيديروا امتحانات. يعني الاستاذ جالس كيفكر كيهضر مع خاطرو وانا كنت كنسمع شنو كيقول. غد لي ما كاين غير 18 20 مشي باش جاي باش داير. ايه كانت ايام زوينه الصراحه. فاش كبرت خدمت مع واحد البيطاري. علاش؟ لان فاش وصلت لسن الشبابيه ولا عندي واحد الهيبه اخرى ولات عندي. شنو هي؟ وليت كنسمع الحيوانات اش كيقولوا، وليت كنتواصل مع الحيوانات. سمعوا لي في الدرب موكلي بيطاري خدمني معاه حيت كنسمع الحيوانات. شتي النمله؟ النمله فاش كدير بيبي كنسمعها، ديك ديال بيبي النمل كنسمعو. يعني رادار، كنقولوا رادار راه فريمون رادار. خدمت مع 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 البيطاري، وليت كنترجم ليه وليت كنشرح ليه، وغادي باخر حتى ولا اشهر بيطاري في المدينه. فتخيل معايا داك النهار واحد الفلاح جاب واحد العتروس مريض ما عرفو مالو. هبطت عند العتروس هضرت معاه لقيت الحل. قلت للسي البيطاري مسيو الفيتيرينير راه عنده مسمار دارو في رجليه اليسريه، قلب رجليه اليسريه لقى مسمار. جريتها حمار، لقيت فيه لا ديبرسيون. علاش؟ شكاليه من ولد الباترون. قلت ليه ولد الباترون كيتكرفس على الحمار بالعصا، عطيوه بالتيسع. المشيشات فاش كيكون عندهم شي مشكل ديال الماكله كيقولوا لي، لان كاع الناس ماشي اي واحد مربي مشى راه مهلي فيها. هذا راه رساله تقول للناس اللي كيربيو الحيوانات وكيتجراو ويشريو الحيوانات، راه خصنا نطلعوا في الحيوانات. واحد النهار الله يسمح ليا واحد الفلاح جاب بقره، مشيت هبطت مع البقره بدات تشكي عليا. عرفتي مالها؟ مولاها كيتحرش بها. جلست الليل وهبط لها الكوري. الله يرد. انا كنقولوا الحليب مال ولا مايع، مال الحليب ولا في شكل المذاق ديال الحليب ولا في شكل الساعه. الله يستر. نهار كنت جالس باخر وعلى خير طارق الودينات ديالي وانا نسمع الدق. سمعت الدق 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 في القرقارات. والله العظيم الا سمعت شي قرود كيغوتوا. يا الله يا الله للمروك هجموا حرق بيهم، هبت هبت الله الوته وهاربين. عرفتي واحد الدق، عرفتي شي دق؟ سمعت شي دق؟ ويلي ويلي ويلي. سمعت الدق ديال القرقارات وسمعت الدق ديال الجيران.
الصراحة ما سمعتش الدق ديالو، ضربوا الطم ما قولوش ماشي مشكل. داك النهار جالس ما بيا ما عليا وانا نسمع البلاي ليست ديال الموسيقى ديال من ديال واحد الدريه سايقاشي ميغان، قال لك بنت شي كوميسير. من هنايا سمعت شنو طلقه البهاوي والمجرد وداك امير ايهاب امير. سمعت الله العظيم. كانت صايقه مع ديك 12 ديال الليل. سمعتها خارجه خدامه. بيني وبينكم انا ما كنملش، شتي فاش كنكون جالس ما كاين ما يدار، كانت كا كنحط براد ديال اتاي وكنطلق العينان ديال الودنين ديالي وكنتصنت لسكان كوكب الزهره والمشتري. هادو الودنين الصراحه مريقلي على المريخ. المرارخه الله يعمر ليهم الدار، هما كيتعصبوا دغيا على المرارخه، ولكن فرونشمون شفتهم غير الخير. عندهم شي نوكات ويلي من المرارخه رجاله، واخا هكاك معصبين ولكن رجاله المرارخه. انا هو الانسان الوحيد اللي كيتصنت لعظامو بكل ما تحمله الكلمه من معنى. فكان جلس كنسمع العظم ديال الركبه كيهضر مع عظم الطيور، كنسمع جسد ديالي كيهضر. شتي ديك الدفله اللي كدوز ديك كنسمعها، واش كتشكي ولا كتحكي، على حسب شنو شربتي وشنو كليتي. اي حاجه يمكن تطيح لك على بالك انا كنسمعها. ميمكن لكش تصور ودنيش كيجرو، ودني راه ما كيجروش البشر، كيجرو الحجر فاش كينوي يتكون كنسمعو. طاح من غير البيطاري. من بعد خدمت مع واحد جينيراليست في الحومه. بخير خدمت معاه. تقول لي شنو دار بيا الجينيراليست؟ خدم بيا ستيتو. كيدخل الباسيون كنحط ودني على القلب ديالو وكنسمع اللاغاليغ ديال الاحشاء ديال الامائم ديال الامم المتحده ديال الداخل ديالو. يعني كنسمع الكارديو، كنسمع السوفل ديالو كي داير، الباتمون دو كور. غير كنحط ودني كنطلع كنقول ليه اش عندوش ما عندوش. خدمت معاه مزيان صراحه الله، كان انفيستي فيا. ايوا وجيناتي عاوتاني داري لي السعاده مع العيالات مع الجنس اللطيف. اييه فراسكم كنسمع الخاطر ديال بنادم شنو كيقول. فالعيالات انا فاش كنتعرف عليهم كنسمع السيده فاش كتفكر، كنحط ليها فاش كتفكر، كندير داكشي اللي كتبغي، كنحاول ما كندير داكشي اللي كتبغي. السيده كتبقى دايره في يديك، واخا انا كنجيكم بشع ولكن ارقى واجمل نساء العالم كيحبوني وكيبغيوني بزاف. عرفتي اخويا علاش؟ لومباتي اخويا، لومباتي. العيالات كيتسطاو على لومباتي، فهم المرا، وهادو كيخليوني نفهم المرا فاش كتفكر وشنو باغا. شتي واخا اي واحد يتمنى يكون عنده هاد لو دون، هاد الهيبه الربانيه اللي عندي، ولكن انا عييت منها بزاف. علاش؟ لان تصدمت بزاف ديال الناس مقربين ليا، يا من عائلتي يا من صحابي يا من الناس اللي دايرين بيا كيهضروا فيا. لان كنسمع الخواطر شنو كيقولوا. فصراحه الله انا اكتشفت واستفدت بان ماشي كلشي خصنا نعرفوه، ماشي جميع الحقائق خصنا نعرفوها. لا، مزيان شي حوايج ما نكونوش عارفينهم، نعيشوا حياتنا كبشر عادي، نتعاملوا مع الناس كما بغاو يكونوا بنفس الطريقه اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. فانا هادو الدنيا ديالي مرضيني بزاف، تصدمت في عباد الله بزاف. فكنعاود نقولها، ماشي كلشي خصنا نعرفوه. ما تنساوش ديروا جام وديروا سبسكرايب وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم اي جديد ديال القناه. وما تنساوش ايضا تبارطاجيو القناه مع اصحابكم وحبابكم. صباحكم عسل. مراد وصل.